السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 37. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم نساءكم فقاربن انتهاء عدتهن، يعني قربت العدة على أن تنتهي، فلكم أن تراجعوهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يفعل في الجاهلية، ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة. ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها، واذكروا نعم الله عليكم، ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسنة يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا، وخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم بأعمالكم. يقول تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم نساءكم أقل من 3 طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن أيها الأولياء حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضين مع أزواجهن عليه، ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أكثر نماء للخير فيكم وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك. فلا تعضلوهن، والعضل له أشكال وصور متعددة، منها والمنتشر بكثرة يعني في جميع الدول العربية خاصة أن يحرم الأب أو ولي الأمر البنت من الزواج. إيه السبب؟ بسبب إن هي مثلا البنت بتكون موظفة وتاخد راتب كبير، وهو ولي الأمر أو أبوها بياخد فلوسها وبياخد راتبها يستفيد به، وإذا تزوجت هيتحرم من المال ومن الراتب ده، وده بيكون أكبر صور الظلم للبنت بحرمانها من الزواج أو تأخيرها.
عن الزواج وعن العفة وعن إنجاب الولد. الصورة الثانية برضه أن يحرم البنت من أي شاب صالح أمين مناسب لها، ممكن تكون هي لها رغبة فيه وشاب صالح وشاب كويس، ولكن يحرموها منه ويرفضوه مرة واثنين وثلاثة، وذلك لأن ابن عمها إيه عاوزها، أو ابن خالها أو ابن خالتها عاوزها، وتفضل تنتظر لغاية لما ابن عمها أو ابن خالها يتقدم لها حتى ولو هي ما كانتش بترغب فيه. وكل دي بيكون أسباب لمشاكل وطلاق وهدم بيوت بعد كده. الصورة الثالثة برضو من صور العضل، ودي برضو كانت موجودة في الجاهلية، إن الواحدة لو اتطلقت أو لو الواحدة زوجها توفى عنها مات يعني، ما خلوهاش ما يوفوش إن هي تتجوز أي واحد تاني بعد وفاة جوزها، لازم تتجوز يا إما أخوه أو ابن عمه أو واحد من العيلة. ليه؟ علشان طبعا هي هتورث، فلو كان مثلا هتورث كتير فلوس ولا حاجة يبقى هي كده هتاخد الورثة بتاعتها وتروح لراجل تاني، فهم مش عاوزين الأموال وعاوزين الأطيان والعقارات تخرج من العيلة، فيجبروها ان هي تتجوز اخو الزوج حتى ولو ما كانتش بتحبه او واحد من الايه من العيله. فكل دي صور اسمها صور العضل للفتيات وللنساء، والقران حرمها نصا. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، حولين يعني سنتين، الحول هو السنة أو العام، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر، وعلى وارث الطفل إن عدم الأب يعني إن كان الطفل أبوه مات، وعلى الوارث وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق، يعني ولي بعد أبوه ما يموت يكون برضو عليه النفقة للي هترضعه من المأكل والملبس. فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك، إن كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود، أهم شيء إن ما يكونش فيه ضرر للطفل. وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم، كما كان يحدث قبل ذلك في قبل الإسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوه لترضعه حليمة السعدية، وكانت معظم قريش تفعل ذلك.
فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. ومن المؤسف في هذا الزمان أن يخرج علينا أناس يقولون أن المرأة ليست ملزمة برضاعة أولادها، فإذا كانت هي ليست ملزمة بالرضاعة، لماذا يبعث الله تبارك وتعالى في صدرها هذا اللبن بعد الولادة مباشرة؟ يعني هتعمل باللبن إيه بقى؟ هتعمل بيه جبنة مثلا؟ والقصد هنا من النفقة، يعني إذا طلقت المرأة، يعني إذا طلقت وعندها ولد رضيع، فلها حق النفقة من الوالد، من أبو الطفل يعني، أو وليه لو أبوه مات ولطفلها. قال لك: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا ينبغي لأحد الزوجين بعد الطلاق أن يستغل الطفل في الضرر للآخر. مثلا تلاقيها بعد ما اتطلقت ومعاها طفل صغير أو ولد أو بنت، تحرم أبوه إن هو يشوفه، وتحرم الولد إن هو يشوف أبوه، أو العكس، لو الولد عند أبوه يحرمه من أمه إن هي تشوفه بعد الطلاق. طيب هنا الطفل ذنبه ايه وتحرمه من ابوه ليه؟ او العكس، يعني مثلا بتلوي دراعه عشان طلقها مثلا، فكل ده منهي عنه في الشرع. ونسأل الله ان يحفظ بيوت المسلمين ويصلح ذات بينهم، اللهم امين يا رب العالمين. من فوائد الايات: واحد، نهى الرجال عن ظلم النساء، نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بعضل موليته عن الزواج أو إجبارها على ما لا تريد. اثنين، حفظ الشرع للأم حق الرضاعة، حفظ الشرع للأم حق الرضاعة وإن كانت مطلقة من زوجها، وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. ثلاثة، نهى الله تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة بقصد يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. أربعة، الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. بس مش معنى كده إن هي تقول له أنا عاوزاك تاخد رأيي في كل حاجة، لا، مش معنى كده، ياخد رأيها في الحاجات اللي تخصها فقط، وهو له الحرية إن هو يشاورها في أي أمر وياخد رأيها فعلا، ولكن في النهاية يكون القرار له هو، لأن هو الوحيد صاحب المسؤولية وهو اللي يتحمل نتيجة قراراته. معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات: الآية رقم 231، كلمة فبلغن أجلهن، يعني شارفن على انقضاء عدتهن. ولا تمسكوهن ضرارا، يعني مضارة لهن. آيات الله هزوا، يعني سخرية بالتهاون في المحافظة عليها. الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة. الآية 332، يقول الله تعالى: فلا تعضلوهن. 232، فلا تعضلوهن، يعني فلا تمنعوهن. نفس الآية: أزكى لكم، يعني أنمى وأنفع لكم. الآية رقم 233، كلمة وسعها، يعني طاقتها وقدر إمكانها. نفس الآية: وعلى الوارث، يعني وارث الولد عند عدم الأب. أراد فصالا، يعني فطاما للولد قبل الحولين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.